مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا بكم في الموجز الرياضي لهذا اليوم. قرر فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم منح لاعبيه عطلة خاصة بأيام عيد الفطر الكريم، بحيث أن ملعب بن جلون سيعرف غياب كل مكوناته طيلة 3 أيام. وذكر الفريق الأحمر أن معظم مكونات الفريق يقضون عطلتهم رفقة عائلاتهم، كما أن هناك من اختار السفر لمسقط رأسه ليشارك أسرته الكبيرة فرحة العيد. كما أن المدافع الصلب المرتدفال الذي حل ليلة أمس بالسنغال استغل العطلة لزيارة أهله وأقاربه ومحمد أونجم الذي اتجه لجنوب المملكة لتقاسم حلاوة عيد الفطر. قرر فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم فتح تحقيق معمق حول ظاهرة اختفاء معدات البدنية واللوازم الضرورية للقيام بالتمارين الرياضية بملعب الوزيز. وفادت مصادر علمة أن مدرسة الرجاء عرفت اختفاء العديد من اللوازم الرياضية، إضافة إلى إتلاف بعض الأجهزة والأفرشة، كما أن اللوازم الحمامات والأبواب اقتلعت من مكانها. هنأ نادي انتر ميلانو الإيطالي لكرة القدم المسلمين والعرب المتواجدين في كل بقاع العالم بمناسبة عيد الفطر السعيد، ونشرت الصفحة الرسمية لفريق الانتر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تهنئة العيد باللغة العربية، وجاءت كالتالي: نادي الانتر يتمنى للأمة الإسلامية والعربية عيدا مباركا. ذكرت سكاي نيوز أن القضاء قرر في مصير نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ووالديه بالحكم عليه بالسجن 21 شهرا بتهمة التهرب الضريبي وقيمة مالية مهمة. وتجدر الإشارة إلى أن نجم فريق برشلونة وأسطورة الكرة الأرجنتينية بعد أرماندو مارادونا قد قرر الاعتزال دوليا بعد فشله في تحقيق لقب كوبا أمريكا أمام المنتخب الشيلي للمرة الثانية على التوالي. بهذا الخبر الدولي نشكركم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.